إما أننا نأخذ هذا الشيء كله ونقول كما قال الإخوة ونشوفوا المقترح اللي غادي نتبناه وإما سنقلبوا واحد واحد لأن اللجنة شنو دارت؟ ترى حتى هي دارت فاصل هذا تغطي بالتغطي سير راه ماشي في الدورات اللي جاية ما غاديش باقي نهضروا على المداخل ولا المصاريف فهمت السي نعمان؟ إيه سمعت السي إبراهيم فادي أنا ما متفقش معاك في التقييم لأن أولا بعدا نعرفوا أشن لي روبيك ولا الفصول فاش توقعت التقييم وقع التقييم في الفصول اللي ما كتحكمش فيهم البلدية ديال دار النظافة ديال حنا البلدية مازال تات فيها جوج بيا كذا ما فهمتش ديال الأراضي الغربية اللي الناس اللي دخلت فيها غير 35 مليون اللي دخلت فيها تعال وقلنا فيها 400 مليون كيفاش يمكن غادي لا أحد سيعارض تنمية المداخيل ديال البلد ولكن خصنا إجراءات عملية اللي كلنا غادي نشاركوا فيها لا الأعضاء ديال المجلس ولا حتى المواطنين ديال البلد كل شيء غادي ينخرط في هذه العملية لتنمية المداخيل أما باش نحط الأوراق وندير الأصفار وراء الأصفار باش نضخم مداخيل ما عندها حتى ولكن إذا درنا إجراءات عملية حقيقية يشوفها الجميع هذا تحت ما غادي لنا السيد انا عندي واحد التساؤل بالنسبه للفصل 2020/11 خاص بالرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصه لاحظت بان بالنسبه للميزانيه المقبوله ديال سنه 2015 درتو فيها 100 درهم وبالنسبه لاقتراحات المكتب بالنسبه لهذا الفصل ديال المراحل ديال الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصه لاحظت بانكم ما درتوش فيها حتى شي تمام 100 درهم ونعرف السبب الحاجة اللي ما يمكنش حتى واحد ينكرها اليوم أن البلدية في مشكل عارض وهذا الشيء كاين واحد القضية أخرى شرط لها اللجنة المالية في اللجنة الاجتماع ديالها هو من هنا 2018 إن شاء الله فاش ترفع الوزارة الوصية الدعم ديالها على هذا القطاع ديال النظافة أشنو كي غادي يكون الوضعيه ديال البلديه ديك الساعه دونك حنا عندنا ثلاثه الحلول يمكن المجلس يديرهم يا اما غادي نقولوا للناس هاد السنين اللي جايه الله يعاونكم راه ما عندنا ما ندير لكم يا اما غادي نتعاونوا على هاد الشيء يا اما نشوفوا الرئيس الى ما عرفوش هاد الشيء يدفع الاستقاله ديالو نشوفوا شي واحد اخر اللي يقد يسير هذا المشكل عندنا شايفه واحد 300 مليون باش نهضروا واقعيين شايفه واحد 300 مليون فيها 100 مليون كتمشي للفوائد ديال صندوق التجهيز و 200 مليون كتمشي للنزهه الملكيه وكنشوفوا في المصاريف شي مصاريف قاره اللي ما خصهاش تمثل في سميتو وكنتمناو يتعاونوا في هذا الشيء. وانه راه كاينين الناس باغيين يبنيو هذا الموقع ديالهم ولكن ما كاينش اللي تيقول لك انا من خمس ضريب انا بغيت نبني عطيوني نبني وهي البقعه ديال وسط الناس خاص البلد خاص المجلس يخدم في هذا الاتجاه على اساس يدير تهيئه ديال هاد الجهات في الاحياء الغير مهيكله باش الناس يجيو راه الناس عندنا مشكل معاهم ما كيجيوش للبلديه السيد الرئيس. طيب هذا وحنا في الشتو كاتفاق راه مازال والبلديه ديال بيكا خصني نكمل فكره البلدية ديال بيكرام راه غادي يكون عندها على صيد تشدو من تما خصنا نستثمرو هاد الموضوع هذا السيد الرئيس كاين البيكرام الجهوية لتنفيذ المشاريع حنا غادي نعدو المشاريع ونحطوها لهم هما في الجهة ونخدمو عليها راه كاين عندنا 8 المستشارين من 5 ديال الأحزاب والآراء الشركة اعتبارها راه خصو يكون واحد الوثائق بيناتنا مابقاش راح نهضرو هذا بالنسبة اللجنة المالية قامت بعمل جبار، المكتب كذلك قام بعمل جبار، وقد سأل أنا ما حال من الإعراب الناس اللي ما كاينين لا في اللجنة المالية لا في المكتب، وبغاو يقرروا اليوم في المجلس، يعني أن المجلس سيد القرارين، حنا اللي ولفنا هذه راه السي الحمد لله راه كان معنا، باش نكونوا واضحين، لأن اللي حضر في الاجتماع ديال اللجنة المالية ولاحظ أن
كاين اللي ربما أراد أن ينتقد المكونات ديال المجلس، كاين اللي جاب تصور بالأمس القريب كان يقول أشياء واليوم يقول أشياء أخرى. إذا الله يجزيكم بخير، نكونوا واقعيين. أنا شخصيا لم ألاحظ أن هناك من بين أعضاء اللجنة أي أحد عنده نية انتقامية. حنا قلنا تغابين أن تغابين ديكيب صراحة، أنا كل كامل حاضرين خدمنا ديال ليكيب، ما كاين لا رئيس في اللجنة ولا مرؤوس، خدمنا كاملين وخرجنا هذا المقترح في نفس القطاع اللي كنقول أنه نصوتوا على مقترح المسلسل، راه يقدر ياخر ما نصوتوش عليه بالإجماع، وبالتالي سنخضع للتعديلات المقترحة من طرف اللجنة المالية. هذا هو المزمون ديالها. وضح وضح مزيان. التصويت يكون على مقترح المكتب. إذا قبلتوه مزيان، إذا قبلتوه راه غادي نعذبوه بناء على المقترحات ديال اللجنة المالية. بكل بساطة، أن المركز ديال المجلس عنده واحد الميزانية اقترحها